مشاهدينا سنذهب وإياكم لنتحدث عن فقرتنا الغذائية، فمن منا يوعد لا يحب تناول الفشار في صالات السينما أو الجلسات المسائية في المنازل، فهذه الوجبة الخفيفة اللذيذة والغنية بالمغذيات خطرة من ناحية الدهون التي صح. تحتويها، لكن هل تختلف كمية السعرات فيها باختلاف تحضيرها؟ الإجابة مع اختصاصية التغذية فرح يونس في رشد صحة. صباح النور فرح. صباح النور أبجك. يعني لا أحد لا يحب الفشار كان بالسينما أو حتى بالمنزل، ولكن مثل ما ذكرنا بالمقدمة هذه الوجبة خطرة من ناحية السعرات الحرارية التي قد تحتويها والتي تختلف في حال أو طريقة تحضيرها، ما رأيك؟ فعلا بتعرفي نحن بالبيت عنا كذا طريقة لتحضير البوب كورن، وخاصة أنا كاختصاصية تغذية كتير بسمع أنه نحن أكلنا كمية بوب كورن كبيرة لأنه منعتبرها لايت وخفيفة مقارنة بأي سناك حتى تاني. أنه أخصائي التغذية بينصحوا فيها كسناك أو وجبة خفيفة فيهم أو عشاء أحيانا. بالضبط، فاليوم حابين نوضح فكرة شو هي أفضل طريقة لصنع البوب كورن لما نحن بننصح فيها، وحنحضرها بطريقتين مختلفتين. أوكي، أول طريقتين هن اللي عادة نحن بنعتمدهم بالبيت، في كتير بحضرها بالزيت وفي كتير بحضرها بالزبدة. أوكي جميل، رح نحاول نستعمل بس لنشرح شوي الكالوريز. هلا الشيء المفاجئ أنه السعرات الحرارية لما نحن عم نحضرها بالزيت وعم نحضرها بالزبدة هي زيتها نفس الكالوريز تقريبا أو فرق كتير خفيف. شوي خفيف بين عدد الوحدات الحرارية الفارقة اللي معقول يوصل، يعني إذا نحن عم نحضرها بهيدي الطريقة إذا تقديريا شي 4 أكواب بدها تطلع الكمية، وعم نحكي تقديريا بدها تطلع معنا شي بين 150 وال 200 كالوري حسب نحن قديش عم نستعمل عم نستهلك كمية زيت أو كمية زبدة. بس لما نحن عم نحكي عدد هالسعرات الحرارية عم نحكي نحن بدون ما بتعرفي أوقات بدوبوا زبدة وبيرجعوا بحطوها فوق أو بيزيدوا كتير نكهات صناعية، هذا الشيء كتير بيزيد من عددها. ولكن شو الفرق بين لما نحن عم نحضرها بالزيت لما نحضرها بالزبدة؟ هو اللي بنسميه saturated fat أو الدهن المشبع. نفس كمية الدهون بس هذا الدهن ما حيعلي كمية الكوليسترول بالجسم، هذا الدهن كتير مضر لنسبة يعني الكوليسترول. بين الدهون المضرة أو غير المضرة. بالضبط، هذا الفرق بين الاثنين. ولكن من ناحية السعرات الحرارية تقريبا هو نفسه. هو نفسه. بس اللي فينا نعمله نحن كمان نقلل قد ما فينا كمية الزيت ونقلل عن الحرق. هلا هون بدنا نرجع نحكي شوي عن الملح، معك حق. إذا نحن بشكل تقليدي نحن بنمسك ودغري بندلق، الأفضل حتى كمان يضل في شوية نكهة وطعم نستعمل الملعقة، وأيضا للتحكم بالكمية. هذه كمية كتير، نحاول نحط كمية كتير قليلة. هلا هو بالنسبة إذا بس نحن عم نستعمل الغاز، الطريقة الأفضل هو استعمال المايكرويف، وهون كتير رح تقل السعرات الحرارية. حلو، يعني بدل ما الكوب يحوي بين 60 ل 70 كالوري لما عم نستعمل نحن المايكرويف عم ننزل للنص. حلو، صار في تقريبا شي 30 كالوري بالكوب الواحد. يعني البوب كورن او الفشار بالمايكرويف هو الافضل من ناحيه السعرات الحراريه وايضا من ناحيه القيمه الغذائيه. بالضبط، لانه هون صرنا بس عم نحصل على وجبه خفيفه فيها كميه الياف، بطلنا عم نحصل على كميه دهون مع هيدي الوجبه. جميل، ففينا نحن باي يعني مايكرويف سيف يكون طيب فرح، في حال نحن غير موجودين في المنزل، في عند بالسينما ربما، قد ايه بتكون وجبة الفشار بالسينما تحتوي على سعرات حرارية ودهون؟ فعلا بالضبط، هون المشكلة. لما نحن عم نحضر بالبيت عم نحكي نحن 200 كالوري 250 كالوري 150 حسب الحجم. بس أنا ونحن عم نبلش بال 600 وحدة حرارية، ونحن بعدنا هون عم نختار بس بسموه البلين بوب كورن، يعني البلا نكهه بس اللي بيجي زياده. اذا اختار يحطوا زبده فوق كمان عم بتزيد السعرات الحراريه، او جبنه او كراميل، والحجم يختلف. كمان يختلف الكراميل، ممكن يوصل اذا عم نحكي نحن حجم الميديوم حجم الوسط في السينما ممكن يوصل يتخطى ال 1000 كالوري.
بسهولة. يعني نحن مثل كأنه عم ناخد وجبة أساسية اللي هي وجبة الغداء اللي هي بتكون الأجسم أو حتى أكثر لأنه ما راح توصل إلى 1000 كالوري أو 1600 كالوري على وجبة غداء حتى لو هي كانت عالية السعرات الحرارية. بينما المشكلة الثانية بالسينما أنه ما عم يستعملوا هنا زبدة حقيقية مثل ما هون نحن استعملنا. عم يستعملوا شيء بيسموه الدهون المتحولة الترانس فات اللي حتى صحيا مضرة أكثر من الزبدة. لأنه هي عم بتكون مواد مصنعة منها زبدة حقيقية. وحتى النكهات والألوان لما عم تنقي كارميل وجبنة كمان في ألوان صناعية ومواد حافظة زيادة. يعني مضرة جدا. خلينا نذكر المشاهدين بالتوقيت للبوب كورن بالمايكروويف أو الفشار بالمايكروويف. فعلا أكيد هذا الشيء بيعتمد حسب كل نوع مايكروويف بس بشكل عام بين 3 دقائق لأربع دقائق. أول ما نبلش نفس فكرة البوب كورن هون أول ما نبلش نحس إنه وقف هيدا بكونوا جاهزين. هيدي مثلا صارت جاهزة. حتى الطعم بين الزبدة وأيضا الزيت يعني لا تختلف كثيرا ولكن من ناحية الدهون المشبعة عم تخف في فرق كبير. معنا كتير أوكي يعني هذا البوب كورن اللي بالزيت أوكي وهون عنا البوب كورن اللي بالزبدة أوكي وفي هلا عم ببلش يطلع البوب كورن اللي بالمايكرويف بس نرجع بذكر هي المشكله بالسينما خاصه هلا كثير دارج مثل ما قلت على جبنه وكثير دارج على كراميل انه ما بيكفي انه نحن عندنا ملح ونحن عندنا دهون مشبعه ودهون متحوله ترانس فات ساتوريتد فات صار في كميه سكر الكراميل بوب كورن. طيب في حال يعني بالمحال التجارية نجد البوب كورن الذي يحتاج ربما إلى دقيقتين أو 4 دقائق محضر أصلا هل تنصحين به؟ كمان بفضل بتعرفي كمان نقرا عليه لايت أوقات مش ضروري يكون بس جبنة وكراميل وحر لأنه مثل ما عم نحكي الفرق أنه بالسوق ما عم يستعملوا زبدة حقيقية مثل ما نحن عم نستعمل هون ما عم يستعملوا زبدة حقيقية فهون صارت في الدهون المتحولة اللي عم تكون كتير أسوأ من لما نحن عم نستعمل زبدة بالبيت يعني تنصحين دائما بتحضير أو تناول بوب كورن بالمنزل لأنه نحن نتحكم بمصدر الدهون فعلا الكان زيت أو الكان زبدة وحتى إذا الوعاء الخاص بالمايكرويف منه موجود فينا نحن نستعمل كيف هن وقتها نحن عم نجيبها خالصة للمايكرويف بيستعملوا مثل كيس ورق ففي كمان أي كيس ورق بالسوق نحن نحط فيه البوب كورن نطويه ونحطه بالمايكرويف نحصل على نفس النتيجة بدون أي دهون زائدة يمكن وعد بالأطفال ربما أطفالك أيضا بحبوا تناول الفشار عن أكياس الفشار الجاهزة ما بدها أي إضافات الموجودة بالسوبر ماركت وغيرها أكيد بيكون تم استعمال مواد حافظة إلى أي مدى هي بتكون صحية أو غير صحية يعني أنا بالبيت مع أولادي ما بستعملها وبفضل عن جد بنصح الكل لأنه نوع الدهن عم بيكون دهن مش بس مشبع دهن متحول ونسبة المواد الحافظة والنكهات الصناعية اللي عم تستعمل عم تكون عالية حتى ولو مكتوب عليها لايت وخفيفة وصحية هذا كله تسويق إذا بنقرأ المكونات عن جد عم بيكون أفضل طيب دون إضافة أي مواد حافظة إذا نحن بدنا نعملهم بالبيت للبشار نعمل كمية كبيرة أدي ممكن تركنا يعني أدي ممكن حفظهم إلى أدي مدة زمنية زمني. بشكل عام البوب كورن رح يقدر يدبل بدل آمن يعني أو سيف لمدة كتير طويلة حتى فيك ليومين بس هي المشكلة عم بتكون هي التكستر أو الطعم ما رح يعود يقرش مثل ما قلت رح يصير صحيح. رح يكون طب ما هي الكمية المثالية لأي شخص يعني إذا تحدثنا عن هيدا الجات أو هذا الوعاء هل هو مناسب أو الكمية المناسبة برأيي يعني إذا مثلا شخص ضمن حمية غذائية بدنا فعلا نحن بحوالي 2 لـ 3 كوب إذا عم نحكي مايكرويف أو إير بوب كورن يعني اللي ما استعملنا فيه أي كمية زيوت إذا حبينا نستعمل زيوت نحن نعرف حتى ضمن الحمية فينا نستعمل بس إنه المهم نحن نكون بتوازن بدنا ناخذ نص الكمية يعني بدنا ناخذ تقريبا كوب ونص إذا مع الزيت أو الزبدة ناخذ كوب ونص ليعطي محل سناك واحد أكيد نحن إذا أكثر ما في مشكل بس بدنا نصير نعده أكثر من سناك وهل تنصحين بأنه يحل محل وجبة العشاء لأنه أحيانا في اختصاصيين تغذية بينصحوا بهذا الموضوع بالإذن بس هيدا يعني مشاهدينا هذه الطريقة الأمثل مثل ما ذكرت تحضير البشار بالمنزل بالزيت والتحكم بالكمية لأنه هي الأساس بالضبط أكيد
مثل ما عم نحكي إذا صار بده يتم استبداله بوجبة عشاء هو يعد عالي بكمية الألياف خاصة إذا نحن عم نستعين إنه يكون بدون أي زيت. طولنا عليه. تهينا بالحكي. بده يكون إذا بدل العشاء في كمية النشويات الصحية ولكن حيكون ما في أي مصدر بروتين. فهون يعتمد حسب التوازن الغذائي خاصة يمكن عند أطفال ممكن نعرض كباية حليب أو كباية لبن. حدو إلى جانبه لنعود كمية البروتين اللي نقص. جميل. إذن اختصاصية التغذية فرح يونس شكرا جزيلا لك على هذه النصائح.